بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر هذه المحاضرة استكمالا لتقنية التمويل القصيرة الأجل للتجارة الخارجية التي تطرقنا إليها في المحاضرات الحضورية، ألا وهي الاعتماد المستندي وكذا التحصيل المستندي، حيث سيتم التطرق في هذه المحاضرة إلى التقنيتين المتبقيتين والمستعملتين على المدى القريب لتمويل التجارة الخارجية، ألا وهما التحويل الحر وعملية تحويل الفاتورة. نبدأ بعملية التحويل الحر، أما يسمى بالتحصيل البسيط ترانسفير ليبر، يعرف على أنه تقنية لا تعتمد على المستندات كما في حال التحصيل المستندي، وتسمى أيضا بالدفع الحر أو على الفاتورة، وتعني أن المستورد يعطي أمرا إلى بنكه لتحويل مبلغ محدد لصالح المصدر لدى بنك أجنبي. لا يتم اعتماد هذه التقنية إلا في حال الثقة الكبيرة بين المتعاملين. أما فيما يتعلق بخطوات عملية التحويل الحر، فتمر عملية التحويل البسيط بخطوات واضحة ومحددة، كونها لا تتطلب الكثير من الإجراءات مثل ما هو الحال بالنسبة للاعتمادات المستندية والتحصيل المستندي. وتتمثل هذه الخطوات في كأول خطوة يتم عقد الاتفاق التجاري بين المصدر والمستورد. ثاني خطوة يشحن المصدر البضاعة ويرسلها إلى بلد المستورد. الخطوة الموالية وهي أن يتوجه المستورد إلى بنكه من أجل تقديم طلب توطين بنكي لعملية الاستيراد عن طريق التحويل الحر. بعدها يقوم المصدر بإرسال المستندات الخاصة بالبضاعة إلى بنكه، ثم يرسل بنك المصدر المستندات إلى بنك المستورد. يقوم بنك المستورد بعدها بقبول طلب المستورد وحجز قيمة الصفقة من حسابه وإشعاره بوصول المستندات. ثم بعد استلام البضاعة يقوم المستورد بإعطاء أمر بالتحويل لصالح المصدر. الخطوة الموالية وهي أن يقوم بنك المستورد بتحويل مبلغ الصفقة إلى حساب المصدر لدى بنكه. كآخر خطوة يقوم بنك المصدر بإشعار زبونه بتحويل المبلغ إلى حسابه. كما قلنا سابقا، فإن هذه التقنية تستعمل في حالة ما تكون هناك ثقة كبيرة بين المصدر والمستورد، مثلا في حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بلد كلا الطرفين، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الثقة وكذا انخفاض مستوى المخاطرة بين الطرفين، مما يجعلها أكثر فاعلية وأكثر مرونة، تستعمل في حالة ظروف طارئة وبالنسبة إلى مواد مثلا تكون سريعة التلف إلى آخره. تكون التسوية عن طريق التحصيل البسيط عن طريق التحويلات المصرفية، حيث يمكن هنا ذكر ثلاث طرق رئيسية تستعمل ضمن التحصيل البسيط، وهي إما عن طريق الحوالة البنكية والتي هي عبارة عن وثيقة تسمح للمصدر بتحصيل ديونه من بنكه بعد أن تملأ وتودع من طرف المستورد، أو عن طريق التلكس، حيث يشبه التحويل عن طريق التلكس الحوالة البريدية إلا أنه أسرع منها وأكثر بساطة من حيث الاستعمال، ولذا فنجده الأكثر استعمالا في تسوية المعاملات التجارية بين الدول. يقوم المستورد بإرسال برقية أو تيلكس باستعمال الشفرة ليتمكن المصدر من الحصول على حقوقه المالية في أسرع وقت ممكن. كآخر وأحدث تقنية وهي التحويل عن طريق شبكة سويفت. سويفت تعني Society for World Interbank Financial Telecommunication.
وهي شبكة دولية مقرها بروكسل، تأسست في 3 ماي 1973 من طرف 15 بلد من أمريكا، كندا وكذا أوروبا، بالإضافة إلى بعض البلدان من مختلف مناطق العالم. وقد تم انضمام البنوك الجزائرية إلى هذه الشبكة في ديسمبر 1991. تهدف هذه الشبكة إلى تسهيل الدفع الدولي والاستفادة من خدمات الشبكة المعلوماتية وتبادل المعلومات عن طريق الإعلام الآلي، فهي تتميز بالسرعة الفائقة والثقة والأمان بين المتعاملين، حيث تبعث كل الرسائل حتى تلك التي يصعب تمريرها بالاتصال المباشر عبر جهاز كمبيوتر له مفتاح خاص يشتغل طيلة اليوم 24 على 24 ساعة. وبالتالي فقد ساهمت فعلا هذه الطريقة في تجاوز الكثير من النقائص التي تعاني منها وسائل الدفع الأخرى، تبقى طبعا أكثر فعالة من تقنيات التحويل الأخرى، ولكن تبقى محصورة فقط على البنوك المنضمة إلى هذه الشبكة، وهو العيب الوحيد الذي يمكن استدراجه أو ملاحظته في هذه التقنية. نمر مباشرة إلى عملية تحويل الفاتورة، حيث تعرف عملية تحويل الفاتورة على أنها عقد يتم بموجبه مؤسسة ائتمان متخصصة بشراء الديون التي يملكها المصدر على المستورد الأجنبي. وبالتالي يمكن تعريف عملية تحويل فاتورة أو لفاكتوراج على أنها ميكانيزم يسمح للمصدر بأن يبيع الدين الذي له على الزبون الأجنبي إلى مؤسسة متخصصة، تكون في الغالب مؤسسة قرض. تسمح هذه التقنية للمصدر بأن يحصل على مبلغ الصفقة مسبقا قبل حلول أجل تسديد الدين، كما تسمح للمستورد الاستفادة من مهلة للتسديد. تقوم مؤسسة القرض بأخذ محل المصدر في الدائنية، وهي تحملها كل الأخطار الممكنة الناجمة عن عدم تسديد المستورد لديونه مقابل حصولها على عمولة مرتفعة قد تصل إلى 4% من رقم الأعمال الناتج عن العملية التصديرية. بالنسبة لأطراف عملية تحويل الفاتورة، فلدينا 3 أطراف رئيسية، وهي المصدر أو التاجر، المستورد أو الزبون، ومؤسسة القرض. بالنسبة إلى المصدر أو التاجر، فهو الطرف الدائن قبل بيع سندات المديونية. المستورد حيث تمنح له مهلة للتسديد بعد استلامه الفعلي للبضاعة. بالنسبة لمؤسسة القرض، فهي يمكن أن تكون بنك تجاري أو أي مؤسسة مالية متخصصة في هذا النوع من العمليات، وهي التي تأخذ محل المصدر في الدائنية. بالنسبة لعمليات تحويل الفاتورة، فيمكن أن تمر أو أن نلخص مراحل تنفيذها يعني وفق المراحل التالية، حيث تتمثل المرحلة الأولى في أن يبيع المصدر البضاعة إلى المستورد مع منحه مهلة لتسديد ديونه، ثم يرسل بعد ذلك المستورد سندات مديونية إلى المصدر. يقوم بعدها المصدر ببيع الفاتورة وسندات مديونية إلى البنك أو مؤسسة القرض، أو كما قلنا سابقا أي مؤسسة مالية متخصصة. ثم تقوم هذه المؤسسة التي اشترت الدين بمنح المصدر نسبة معينة من قيمة الفاتورة قد تصل إلى 80%. ترسل بعدها هذه المؤسسة إخطارا للمدين مطالبة إياه بدفع قيمة الفاتورة في تاريخ استحقاق معين. بعد انتهاء المهلة يسدد المستورد قيمة سندات المديونية، وبعد تحصيلها لكل ديونها المترتبة على المستورد، تقوم المؤسسة بتسديد النسبة المتبقية من قيمة الفاتورة للمصدر، لكن بعد خصم المصاريف والعملات مضافة إلى سعر الفائدة الأساسي.
ما يلاحظ من عملية تحويل الفاتورة أن لها العديد من المزايا. مثلا تسمح هذه التقنية للمصدرين بالتحصيل الآني لديونهم على زبائنهم الأجانب، كما تقوم بتحويل الديون الآجلة إلى سيولة جاهزة، وهو ما يتيح للمؤسسات المصدرة تمويل عمليات تجارية أخرى تندرج ضمن نشاطها. كما تقوم مثلا هذه التقنية في تخفيف العبء الناتج عن التسيير المالي والمحاسبي وكذا الإداري لديون المستوردين خلال فترات مختلفة. ثم تقوم هذه التقنية بتقليل المخاطر والتكاليف الإضافية الممكن أن تظهر قبل التسديد الفعلي للمستورد لديونه. كما تسمح منح مهلة لتسديد الديون الناتجة عن الشراء من الخارج، تسمح بجلب أكبر عدد ممكن من المستوردين، وهو ما يعزز فرص المصدرين في زيادة علاقاتهم التجارية وحصصهم السوقية في الأسواق الدولية. كما أن البنك عند شرائه لسندات المديونية فيتحمل المخاطر التجارية في حالة عجز مديني المؤسسة المصدرة عن الوفاء بديونهم. في حال وجدت أسئلة يرجى من الطلبة كتابتها أسفل المحاضرة.